أيضا بدنا نرحب بضيفتنا لليوم ونقول صباح الخير لسوفي كلزي معالجة نطق. بونجور سوفي وأهلا وسهلا فيك. بونجور أهلا وسهلا سوفي. مثل ما ذكرنا حضرتك معالجة نطق، أول مرة بتكون معنا على الهواء وببالنا كتير مواضيع نطرحها سوا، لهيك إن شاء الله ما بتكون آخر مرة اليوم. إن شاء الله أكيد. سوفي اليوم رح نحكي عن التأتأة، فكيف بداية معالج النطق الأورتوفونيست بيقدر يساعد بالموضوع؟ هو دورنا هون أساسي بالعلاج التأتأة، هو أكيد نعم. من الأشياء اللي احنا منعالجها عند الكبار وعند الصغار، منا بس يعني مش إذا الشخص كبير ما بقى يقدر يتعالج، والعكس صحيح، كان كل ما كان صغير كل ما أفضل يتعالج. نعم كرمال ما يوصل لمشكلة وقتها يكبر وتصير أصعب، لأنه كل ما كبر الشخص أو الولد كل ما كبر كل ما أصعب وتاخد وقت أكثر بعلاجه. نعم. طب إذا بدنا نقول سوفي عمر معين لازم يبلش العلاج، وخاصة لما نكتشفه على عمر صغير يمكن تيكون العلاج لبعدين نافع، فمن أي عمر منقول أنه هو الأنسب؟ هلا هو في شغلة الولد بيقطع فيها، في كتير أولاد مش كل الأولاد بس قسم كبير بيقطعوا بمرحلة تأتأة فيزيولوجية بين السنتين والأربع سنين. نعم. معقول تكون مرحلة وتقطع، بس كمان اللي هون نحن اللي بنتخوف منه انه ما تكون مرحلة، انه يكون بلشت التأتأة وتضل ساعتها، لانه الاحتمال موجود تضل والاحتمال كمان تروح موجود. فهون نعم. بيجي دورنا نشوف قدي صار له هالولد بهيدي الحالة، قدي صار له هيك عم بيعلق على الكلمات او ما عم بيقدر يطلعوا من الاساس الكلمات، لنشوف اذا دغري لازم نعالج او فينا ننطر، لانه معقول تروح. اوكي. بس عطول افضل للتعالج ونروح عند اختصاصي، لانه الاحتمال انه تضل كمان كتير عالي. طبعا 100%. وكتير هيني بالاول، تعليمات كتير سهلة وكتير هين العلاج بيكون بالاول. نعم. طب وعكبر سوفيا اللي بتعالجوا بتقولي كمان بتنفع، يعني مش انه ما بتنفع بس بتكون اصعب او هي ذاتها؟ غير شيء بيكون كليا غير شيء. اول شيء رح يكون الشخص هو مقرر، هو طالب انه بده يتعالج، ما انه بقى ولد اهله عم بيجيبوا الولد كلها مصلحته حتى يكون عم بيحكي بطريقه لايقه اكثر، مناسبه اكثر ويكون مرتاح اكثر، بينما عند الشخص الكبير هو قرر انه قد ما عم بينزعج بده يعالجه، لانه نعم. معقول ما يكون تعالج قبل وقت كان صغير، وهو هون هو اللي بده التمارين كليا بتختلف. يعني نعم. التمارين مع الشخص الكبير بيكون هو واعي ومطلوب منه، وعم نشوف كل النقاط بأي حالة بأي وقت، شو هن الحركات لازم يعملهم، النفس، كل هول ممكن نشتغلهم بطريقة مباشرة، بينما مع الولد بدها تكون يعني على طريقة لعب. نعم. هلأ سوفي بدنا نسألك، في سبب للتأتأة أو لا، أو هي يمكن تخلق مع الإنسان؟ هلا هون هذا سؤال كبير. في عامل بيقولوا في عامل جيني موجود، بس الدراسات بتقول كمان انه مش بالضرورة. في كمان دراسات بتقول انه على مستوى الدماغ بيكون في شيء مثل كونكشن بالحكي ما عم تشتغل كتير منيح، وفي كمان معقول يكون كمان ما بنعرف ابدا، ما بنعرف لا انت كيف بلشت ولا شيء، يكون يعني إذا بدك من المحيط أو حتى عن جد ما بنعرف كيف. أوكي. هو أكيد ضمن الأسئلة اللي بنسألهم وقت يتوجه عنا أهل أو شخص، بدنا نسأل أنت بلشت، كيف بلشت، في حدا بالعائلة كان يتأثر، لأنه كل هول العوامل لهم تأثير. أكيد. نعم. العلاج سوفيا قد بيستغرق وقت، بيطول كتير تياخد أو حسب كل شخص شيء؟ مثل ما قلنا الجواب كان عندك، اي مضبوط، كل شخص شيء. نعم نعم. طب هل في اشخاص بس كل ما هو صغير، سوري عم بقاطعك، بس كل ما هو صغير همك. كل ما بيكون فعال اكثر واسرع العلاج. نعم نعم. سوفي هل في اشخاص بيقدروا يتخلصوا كليا من التأتأة او في ناس ما بتروح معهم؟ في اكيد اذا تعالجوا، لا في الاولاد اللي كنا عم نحكي عنهم اللي هن بيكونوا قاطعين بمرحله، هن عم نعم. بيعلقوا شويه صغيره، عم بينبشوا على الكلمه او
لأنه هون بيكون تطور الحكي كتير قوي عندهم بين عمر السنتين والأربع سنين. نعم. هون الاحتمال كتير عالي إنه تروح لحالة، بس أول ما تضلها كان صار لك كذا شهر احتمال بلش يعلى إنه ما تروح. نعم. ففي أشخاص بيكونوا صغار بتروح كليا وبلا علاج، وأكيد نعم. مع العلاج فيها تروح كليا، بس كل ما قطع الوقت كل ما أصعب. وأكيد في أشخاص كمان كبار وقت نعالجهم بمرحلة معينة يا أما ما بيعودوا بتأتأة، أو هن بيصيروا متقبلين النتيجة اللي وصلوا له وبيقول لك أنا ما بقى بدي كافي. أوكي. نعم. ساعتها هون أكيد مع الشخص الكبير التعامل بيكون كليا مختلف والأهداف مختلفة. ولا نعم نعم. إذا بعمر صغير يعني سوفي بدنا نراقب الولد لعمر الأربع سنين، لأنه على الأربع سنين خلص مفروض يكون بلش يركب الجملة، صار بطل عم بتأتأ. يعني إذا رجع يتأتأ من بعد الأربع سنين يعني هون ساعتها لازم ناخده عند اختصاصي، صحيح؟ مظبوط مظبوط. حتى قبل أوكي. إذا حسينا صار الحالة صار لكذا شهر ضروري نتجه عند اختصاصي. نعم. سوفي كمان سؤال بالتشخيص والعلاج، كيف بتفرقوا بين التأتأة اللي بلشت من بداية الكلام أو اللي نتجت عن وضع نفسي؟ هلأ هو العامل النفسي موجود على طول موجود، بس احنا مش معالجين نفسي. في أشخاص منوجههم عن معالج نفسي بنفس الوقت أوكي. ما نكون احنا عم نعمل العلاج، وفي أشخاص لا. بس أكيد العامل النفسي مهم. ليش؟ لأنه إذا كان ولد ولا شخص كبير أو تينيجر بده ينزعج من حاله، عنده أفكار بده يقولون، أوقات غير ناس أما بيبرموا عينه ما بده يطلعوا فيهم، لأنه شخص أوقات بوجههم بيتلبك كمان، ما عم بيقدروا يعبروا عن أفكارهم، ما عم بيقدروا يحكوا بالكلمات اللي عم بيطلعوا معهم، عم بيغيروا الكلمات حتى تطلع الكلمة مضبوطة. أكيد لها تأثير نفسي كبير. أوكي. نعم. سوفي في كتير أشخاص بنعرفهم من نحن وصغار بتأتأوا ويمكن بيتعرضوا للتنمر، بس الأهل بهالمرحلة بيصيروا يقولوا لهم معلي وما تسمعوا لغيركم، بس هون يعني نحن تطورنا شوي، فشو بتقولي بهيدا الموضوع؟ لا هون كتير مهم مثل ما كنت عم تقول التوعية على هالنقطة، إنه إذا الولد صغير ما رح تروح لحاله إذا صار له وقت، بيكون أوكي. هو صار بحاجة لمساعدة شخص، يعني شخص من برا يساعد الولد، وكمان يعطي التعليمات أكيد للأهل حتى هو يكون مرتاح، لأنه كمان التنمر بيأثر على الولد، بيخليه معه كمان أبدا يحكي أو يشارك بالصف مع رفقاته، معقول ينزوي. نعم 100%. سوفي موضوع اليوم كتير مهم اللي هو التأتأة، فبدنا منك هيك نصيحة أخيرة نختم فيها موضوعنا. أوكي. نصيحتي للكل وقت يكونوا عم بيتواجدوا مع شخص بتأتأ إن كان كبير أو صغير، نضل عم نطلع فيه، يعني ما نبرم عيننا أو نعمل حالنا كأنه ما في شيء أو نحن نتلبك، لأنه هو ملبك أكثر منا. صحيح. هو متضايق، بالعكس بدنا نحطه كتير، يعني يكون كتير مرتاح وننطره، بدنا ننطر، هي مسألة انه ننطر، لانه الكلمة بالنهاية رح تطلع، رح يقدر يعبر عن اللي بده اياه. ومش على طول كمان، يعني اوقات في اشخاص بينزعجوا اذا عم نحكي محلهم، اذا حذرنا الكلمة ومعقول هو الشخص يقولها ننطر هو رح يقول الكلمة. اوكي. لانه كمان احتمال تكون غير كلمة كان بده يقولها، نحن كمان عم نتحذر. صح 100%. فكتير مهم نضل احنا بالتواصل معه ونفرجيه انه نحن كتير مهتمين باللي عم بيقوله، مش طريقة حكيه بتهمنا، بهمنا محتوى الحديث وقتها. 100%. صحيح. يعني في كتير أمور سوفي ياريت منفكر فيها هيك بهيدي الطريقة، بعتقد منهون كتير قصص بحياتنا. فنحن بدنا نشكر كتير سوفي كلزي معالجة نطق، ومثل ما ذكرنا أنه هي أول مرة بتطلع معنا سوفي، وأكيد إن شاء الله بلقاءات أخرى رح نحكي بكتير مواضيع معك كمان. فشكرا لحضورك اليوم وإن شاء الله نهارك حلو. مرسي لإليك، مرسي للمستمعين، مرسي. أهلا وسهلا، باي باي.